السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بولينيشن، الموقع دوت فيه تولز كتيرة جدا خاصة بالاستدامة، تقدر إن أنت تستخدمها على الويب بدون ما تسطب حاجة خالص، زي حاجة اسمها ليد دي لايت أوبشن، فتقدر إن أنت تشوف محاكاة للليد. وفي عندنا بعض التطبيقات زي ما أنت شايف، المبرمج اللي عمل الحاجات ديت هو أكتر من واحد طبعا، لكن الأساسي فيه مهندس اسمه مصطفى. انا كنت معاك اكثر مره، هو اللي كان عامل ليدي باج في الراينو. فدي تولز كتيره جدا، وزر داتا، في حاجات كتير جدا، كل واحد فيهم تقدر ان انت تدخل جواها تدرس السام باس، تقدر تدرس التقارير الخاصه بالاستدامه بشكل سهل جدا وبسيط. دي امثله كتيره جدا، اكتر من حاجه تقدر ترفع المشروع بتاعك، وتقدر ان انت تعمل له محاكاه. البلوجين موجودة، في حاجات خاصة بالكاد، وحاجات خاصة بالراينو، وحاجات خاصة بالجراس هوبر، وحاجات خاصة بالريفت. يعني خلينا ندخل مثلا هنا في الراينو، هتلاقي في حاجات كتيرة جدا تقدر ان انت تستخدمها عندك تشتغل بيها عادي. وفي الريفت برضو تقدر ان انت تختار وتسطب عندك على الجهاز، تقدر ان انت تشتغل بيها، وبتقول له جو تو اب. دي مثلا حاجات خاصة بالليدي باج، ممكن تدخل جواها، وده من أكتر الحاجات اللي شغالة في موضوع الأناليسيس ده مصطفى أهوت. تمام، في فريق عمل كامل، لأن هو الموضوع كله كان قايم في البداية على موضوع الأوبن سورس. دي البلاجنز اللي موجودة اهيت، الهاني بي خاصة بالانرجي والديسبلاي والحاجات دي كلها، كل واحدة من دول تقدر تدخل جواها وتبدأ ان انت تحملها عندك على الجهاز وتشتغل بيها.